بغيت أدله من العذب مر بي الطريق جل ربي لا يشبب المنهي سبته مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي نوادر شعبية. نبدأ كعادتنا أعزائي بيتين من الأبيات التي لها ثقل عند المشاهدين والمستمعين ومن يتابعون الأدب والثقافة. البيتين للشاعر محمد بن راشد بن مهنا النعيمي رحمة الله عليه وموات المسلمين، يقول: أصعب من الموت فضل اللاش يا مظهر، نفس من اللاش والمنزوع زملانة، كم بدل الوقت من حال وكم غير، وكم جيل عز ذهب عزه وسلطانه. يعني أصعب من الموت فضل اللاش يا مظهر. اللاش هو اللي عندنا في عالمنا الخليجي، اللاش هو اللي لا شيء، يعني الرجل اللي ما له قيمة. أصعب من الموت فضل اللاش يا مظهر، يعني أن يتكرم عليك شخص ما له قيمة. نفس من اللاش والمنزوع زملانة، من اللاش اللي هو الردي اللي ما له قيمة، والمنزوع اللي ينزع الروح. كم بدل الوقت من حال وكم غير، وكم جيل عز ذهب عزه وسلطانه. يعني لو تابعنا وقرأنا وتابعنا ما مضى، كم من رجل له قيمة وله مكانة وله عز، وكم سلطان في الحياة كلها راحوا وفنيوا وراحت علومهم وما بقى إلا أذكارهم، وكل يذكر فعله اللي قدمه. هذا معنى هذه الأبيات. ومن قصائدي القديمة هذه القصيدة، كتبتها في 22/6/1989 ولها قصة. التحقت في جريدة الراية في العدد الأول عام 1979 في ملف الشعر، صفحتين، صفحة خطوف شعبية ومن الأدب الشعبي، وبقيت في هذه الجريدة حتى عام 1989 في هذا التاريخ اللي كتبت فيها القصيدة. صراحة أن أحياناً الإنسان إذا شاف ما يزعجه عليه أن يعني يبعد الإزعاج منه، فذلك التاريخ كان فيه فوضى في الشعر. فحنا يعني جينا لهذا المنبر، ودعاني الله يذكره بالخير الأستاذ ناصر العثمان، في لأنه كان رئيس تحرير الجريدة في أول عدد، قبل أن تبدأ الجريدة طلبني أني أكون معهم. وصراحة من الرجال اللي يعدون ويذكرون بالفعل الطيب. كما ذكرت في 89 لاحظت أن الأدب صار فيه عفسة وسرقات ومشاكل، وشفت أن الجو ما يصلح لي، فقدمت اعتذاري. كان المسؤول في ذلك التاريخ كمال عزب، الله يذكره بالخير، ما أدري حي ولا ميت، إذا كان حي الله يذكره بالخير، وإذا كان ميت الله يرحمه أموات المسلمين. فعندما قدمت اعتذاري طلب مني، قال: إحنا بنعطيك كل يوم زاوية. فقلت: أسمح لي. فوانا أجهز أوراقي، ألملم الأوراق، لقيت رسالة قديمة، فكتبت: أغليك يا طرسم من العام مخليك، أغليك يا طرسم من العام مخفيك، حتى علي حيثك تساوي حياتي، أدرى على بصمات منه مليك، تمحى وان طب المعذب سواتي. أغليك يا طرسم من العام مخفيك،
حتى علي حيدك تساوي حياتي أدرى على بصمات منهم مليك تمحى وهنطب المعذب سواتي يا طرس يا طرس الورق شره وأغليك أغليك وقت من الونين انهتاتي خوف يضرك لاهب الجوف يكويك تكوي مشاعر ضامر خافياتي ويليت بك عقل كما الناس بوصيك ولا من المصدر لكم ذبذباتي يا ليت بك عقل كما الناس بوصيك ولا من المصدر لكم ذبذباتي تاخذ وترسل ثابت العلم واعطيك من مصدر واثق تملى وصاتي ان كان نقلتك المن ذاكر فيك ما يخلف العقل الثقيل الثباتي انه فرح خصمك وخصمي وشانيك واللي رسم خطه بلاك ومماتي انه فرح خصمك وخصمي وشانيك واللي رسم خطة بلاك ومماتي وان الوفي اللي على العهد يرجيك ثابت ولا هزة كلام الوشاتي يا للأسف يا طر السلم حاكيك والحنظلة تفسد حلاة النباتي. هذه حبيت أن أقدمها لمن يشاهد هذه الحلقة ومن طلبها مني أتمنى أني وفقت فيها. مثلنا في هذه الحلقة يقول الماشي على الماشي صعب. الماشي هو دائما يضرب في السباقات وأكثر ما يضربون المثل هذا البحر، فهو مثل قديم الماشي على الماشي صعب، يعني السابق على اللي أسبق منه، اللي أسبق منه طبعا هو الصعب. ويضرب هذا المثل للناس اللي بينهم يعني تفاوت في الحياة، يعني أن هذا الشخص إذا صار واحد أفضل من الثاني يسبقه على فعل الخير أو يسبقه على تجارة أو يسبقه على شيء، قالوا الماشي على الماشي صعب لأن هذا سبق. هذا معنى المثل. لقاءنا هذا أعزائي المشاهدين اللي نقدمه في هذه الحلقة هو مع أحد شعراء المعروفين البارزين في دولة الكويت، شاعر وأديب وكان محرر وإعلامي وقدم البرامج في إذاعة وتلفزيون الكويت وقدم في الصحافة الكويت جل أوقاته، وهو الشاعر مسلم حميد البحيري العازمي أحد شعراء الكويت المعروفين. أجريت اللقاء معه في 15/6/1986 في دولة الكويت. شاهد اللقاء ونطلب إن شاء الله للشاعر مسلم طولة العمر والعطاء المميز. مشاهدي الكرام، باسمكم نرحب بضيف هذه الحلقة وهو غني عن التعريف الشاعر مسلم حميد البحيري. سبق وأن أجرينا معه لقاء في برنامج من الأدب والفن الشعبي، وسبق وأن شارك معنا في البرنامج الخاص بمناسبة مؤتمر قمة دول الخليج الذي يقيم في الدوحة. الله يحييك يا مسلم. يا مرحبا أخ أحمد، وأنا من خلال هذا البرنامج لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لحضرتك أولا، وأرجو أن أكون ضيف خفيف ظل على الأخوان المشاهدين في دولة قطر الشقيقة. هذا طال عمرك المعروف منك، وللقانا معك عدة أسباب، منها أنك بلغنا الخبر بأنك مرضت
وظهرت بالسلامة لله الحمد. الحمد لله. ونقول لك الحمد لله على السلامة باسم الأخوان المشاهدين. الله يسلمك ويسلمهم. وهناك الكثير من الأخوة المشاهدين ومتابعين مجلة النهضة اسألوني شخصيا عنك وعن صحتك. والله وهذا أنت موجود ونجري معك اللقاء في هذه الحلقة. أبشرك بخير والأخوان المشاهدين والقراء أيضا في مجلة النهضة، ومثل ما يقولون الأزمة وعدت على خير والحمد لله، هي مقياس لمحبة الناس للإنسان. يعني لما يكون يمر في أزمة ويلقى التساؤلات عنه من داخل الكويت وخارج الكويت، أنه يعني يحس في أنه فعلا بشعور يخليه أنه يعني يقاوم المرض بشكل لا يتصور العقل، والحمد لله والشكر. الحمد لله الكريم. طال عمرك معروف أنك عضو ديوانية شعراء النبط. نعم. ومقدم صفحة شعبية في جريدة النهضة. مجلة النهضة. نعم. مجلة النهضة. نعم. ومقدم ديوانية شعراء النبط في تلفزيون الكويت. نعم. طال عمرك نسألك يعني حول هذه المواضيع الثلاثة. ديوانية شعراء النبط قدمت شيء جديد بعد ما أجريت معك اللقاء، أنا أعرف بعض الأشياء اللي نعم. قدمت نعم. لكن للمشاهد وهو بدأت الحقيقة فكرة جيدة في عام 83 لما كانت قمة أواخر 83 نعم مجلس التعاون في الدورة الخامسة في قطر، بدأت في استضافة شعراء النبط، وأنا الحقيقة جددت الفكرة في عام 84 لما كانت الدورة الرابعة في الكويت. في الكويت. فالدورة الخامسة. أي. فجددت الفكرة في أني عرضت اقتراح على الأخوة زملائي أعضاء اللجنة العليا ووافق عليه، و استضافنا عدة شعراء من دول مجلس التعاون الخليجي، كان حضرتك واحد من الأخوة اللي تشرفنا الحقيقة في وجودهم في بلدهم الثاني الكويت، والحقيقة يعني اللي مثلوا دولهم خير تمثيل الحقيقة، كانوا بمثابة يعني سفراء الحقيقة ورجال بمعنى الكلمة. الشعر كل الناس تقريبا فيهم أكثرهم شعراء، ولكن هذه المهمات لا تعتمد على الشاعر فقط، وإنما الشعر والرجولة والمنطق والتعقل والأخلاقيات فوق كل شيء. فالحقيقة أنت أيضا واحد منهم، كان الحقيقة احنا سعدنا في لقائهم بعد تلك المناسبة. قيمت عدة مناسبات بمناسبة احتفالنا بسلامة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ جابر الأحمد الصباح على سلامته من الاعتداء الأثيم اللي حصل على موكب سموه. والحقيقة هذه الاحتفالات وأقولها وبكل فخر الحقيقة في أني شاعر نبطي، فإن هذه الاحتفالات اللي أقيمت في الكويت كان في مقدمتها يعني تبدأ بقصيدة شعر نبط وتنتهي بقصيدة شعر نبط، وكان الشاعر النبطي هو الدينمو المحرك لهذه الاحتفالات. كانت القصيدة النبطية هي المؤشر والمعبر الأول في هذه الأحداث بدون تقصير الحقيقة في الأخوان الشعراء اللي أقاموا، ولكن الشاعر النبطي كان له دور فعال في هذه الأحداث. إذن لله الحمد الشعر النبطي في خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل الحقيقة الجهود من قبل رؤسائنا ومن قبل أمرائنا اللي الحقيقة ما بخلوا علينا بهذا الشيء. قلت أن الشعر لله الحمد في خير، وهو فعلا هناك من يقول أن الشعر النبطي في الوقت الحاضر في طفرة، وما أدري إيش رأيك، وإذا كان الشعر النبطي في طفرة هل هذه الطفرة خدمت الشعر النبطي أم أثرت؟ والله هو كل شيء لابد له من طفرة. نعم لابد له من طفرة، ولكن هذه الطفرة
هي لها محاسن ولها مساوئ أيضا، ولكن الطفرة من محاسنها أنها يطيح الرديء وتصفى الصفوة. وأنا ما أقول يعني الرديء بقصد، لا، ترى الردى في الشعر ما هو نقص، يعني شاعر ما يكون شاعر جيد أنه رديء، لا، ولكن القصد من أنه يعني كل شيء قوة الشاعرية، لأن الامتداد يريد خلفية، يريد قوة، قوة قريحة. فشخص يعطي على امتداد 20 أو 30 أو 40 سنة بإنتاج قوي ونقي وصافي، هذا شيء شخص جيد. ما راح إنما أنه مثل ما تقول الطفرة بمعنى أنه والله كل من هب ودب ينشر، وتكون الصفحات الشعبية في جميع الصحف والمجلات، وأن كل من هب ودب أطلق عليه كلمة شاعر، هذا صحيح. وفي بعض الأحيان ترى أن المراسلة أصبحت، الشعر صار مراسلة وحمزة وسط. لا، هو ضاع عمره مثل ما يعني احنا ما نبي نطيل على المشاهد، ولكن الخلاصة في ان الصفوة او الشيء الجيد للجيد والرديء للرديء هو اللي يفرض. نعم، بمعنى اصح يعني انها لو طبعت الدواوين و ازدحمت أو ضخت قصة المكتبات في دواوين الشعر النبطي، أنا لما أجي أبي أدخل المكتبة أعرف من خلال أني ما أمسك الديوان وأقرأ مقدمة أو بيتين من الشعر من قصائد هذا الشاعر أعرف مقياسه. نعم، ما أدري طال عمرك يذكر عليك شيء من القصائد اللي بتقدمه لنا في هذه الحلقة وتختار، ما أدريش تختار طال عمرك. والله الحقيقة القصيد ما أدري بس شنو اللي يجوز لكم الحقيقة. طبعاً هو كان شيء جيد لو أني أنا بس محضر في قصيدة جايتني من الأخ الشيخ أحمد بن محمد الخليفة من دولة البحرين، ما تذكر عليه، ما لأنها جايتني بالمناسبة المرض يعني والصحة وهذا، لكن للأسف أني إلى الآن ما رتبت الرد يعني. أي، ولكن ولا يذكر عليك شيء من مبياتها ولا من والله لا لا للأسف. نعم، للأسف يعني بدك القصيدة إذا جبتها أنها جيبها على أصول، جيبها على أصول. على كل في شيء جديد يشاهد أو يقرأ في يوم من الأيام بالنسبة للقصيدة المذكورة. ما في شك. هذه مداها من موجودة سمحنا عنها، اللي غيرها ما أدري تبي قصيدة الأحداث اللي حصلت ولا غزل ولا بكيفكم. والله على رأيك أنت، شوف لي قصيدة الأحداث طبعا على وزن الهلالي. نعم. بسم الله الرحمن من مبدأ جوابها، الرازق الغفار علام ما بها، بديت ذكره قبل ما بداي للمثل ذكر الله هبدا من معاني جوابها. والثانية مني صلاة على النبي، إعداد ما هل المطر من سحابها. والثالثة يا مرحبا في ضيوفنا باسم المناطق كلها مرحبا بها. والرابعة مشكور يا راعي الحفل، ومن أسس الحفلة هو شيخ سعابها، كل يجود بما تجوده قريحته، وهذا قدر نفسي وهذا خطابها، كتمت لين زريت ملاج بالحشا والنار في جوفي يزيد التهابها، وتفجر المكنون وبديت ما خفايا معاتب النفسي تقبل عتابها. كتمت لين زريت ملاج بالحشا والنار في جوفي يزيد التهابها، وتفجر المكنون وبديت ما خفايا معاتب النفسي تقبل عتابها. من زمرة بالشر طالت يدينها، وقام يتزايد في بلادي خرابها، 3 مرات تروز وتهوزنا وتلقى جزاها، بالجرايد شجابها. استحلفك بالله يا صاحب السمو باللي خلق نفسك، وعنده ثوابها عدوان كلي الصباح يتبين، وفجر مصادرها وجد عرقابها. يا مير سيف الحق للحق جرده، بس سيف منع العايبه عن عيابها، فالدول هل سيفها ما يعزها، ما حد يقدرها ولا حد يهابها. يا مير سيف الحق للحق جرده، بس سيف منع العايبة عن عيابها، فالدول هل سيفها ما يعزها، ما حد يقدرها
ولا احد يهابها عطهم صرار دعيج يا صاح بسمو وانكشرت يا امير كسر نيابها وجدد مسيرة ساس الامجاد والشرف اجداد نلي جاهدة وعند رابها صانة وحدود الدار في البر والبحر رقة ومزبورة وعالي هضابها وحنا معك يا امير ونجدد العهد عيش الحياة بذل وش ينبغابها حنا اليمنه دعا داعي الوطن الروح لجله ما حسبنا احسابها اقولها يا امير وافخر بلابتي للابت تدرى ويدرى جنابها اللابها اللي ما تخونك رجالها من جدك الاول لتالي شبابها يشهد لنا التاريخ بالمجد والفخر يشهد لنا التاريخ بالمجد والفخر ونفس انت حفظ الود ما ينصخابها فالعين تعرف ضدها من صديجها والعقل يعرف ميلها من صوابها وتكشف لك الأحداث ما كان تجهله وتخفى المعادن لين ينبش ترابها يقولها الأول بالأمثال وانصدق دنياك هذه سمو في انشقابها وأقولها يا أمير مما بخاطي على قدر نفسي وهذا جوابها تمت وصلى الله على سيد البشر عداد ما خط الغلم في كتابه سلامتك الله مصدر لازل طال عمرك تنشر في النهضة الصفحة ولا؟ إيه نعم لازلنا في مجلة النهضة والآن شارفنا على 10 سنوات في هذا المجال يعني وأيضا إعداد وتقديم البرنامج بتلفزيون الكويت وعضوية اللجنة العليا ورقابة عام البرامج بالإذاعة والتلفزيون الحمد لله. صدر شيء من الدواوين في الأخير قبل الديوان السابق؟ والله الحقيقة أنا صدر لي ديواني ذكريات الأمس نعم. ما فيه لي غيره إنما صدر من تحت يدي كإشراف لي وإعداد وتقديم بعض الدواوين عديت وقدمت من خيار الأشعار للأخ محمد العزب هو تأليفه طبعا وكتبت مقدمة للديوان الطومي الأخ الشاعر مبارك الطومي ديوانه الأول وقدمت من نوادر الدرر على الصفحات الغرر للأخ الشاعر شبيب بن راشد المطيري وقدمت كتاب الجرح والدمعة للشاعر الشاب جمعان خلف الرشيدي وقدمت ديوان بركان العواطف لأحد الشعراء الشباب وهو من قراء الكرام في مجلة النهضة اللي هو فارس عايض اليامي وقدمت ديوان لناصر سعود الهاجري أيضا من شعراء الكويت عندنا هذه كلها طبعا قرأت الدواوين وأبديت رأيي فيها الله لا يهينك طال عمرك وفي ختام هذا اللقاء صراحة برنامجنا قصير لا يسعنا إلا أن نشكرك باسم الأخوان المشاهدين ونرجو لك إن شاء الله التوفيق في أعمالك القادمة والله أنا عاجز الحقيقة عن الشكر لحضرتك وأنت بيننا والآن راح يظهر البرنامج وأنت بين إن شاء الله أهلك وجماعتك وفي وطنك الحبيب ولكن من خلال هذا البرنامج لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لك ولكل من ساهم وشارك في على أو المحافظة على تراث الآباء والأجداد سواء كان في الشعر النبطي أو في الكلمة الشعبية شكرا طال عمرك أتمنى أعزائي المشاهدين أن ما قدمناه في هذه الحلقة قد نال إعجابكم ورضاكم شكرا لكم وشكرا لمن عمل معنا في هذا البرنامج ولنا معكم لقاء في الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعل ربي لا يشاء